مشاهدينا الافاضل اينما كنتم اهلا مرحبا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير في عدد جديد من حصه مساء الانيس. الحديث اليوم سيتركز اساسا حول تطورات الوضع الصحي بالجزائر. سنتحدث عن المتحور الجديد دالتا وكيف اثر وسيؤثر حول ارتفاع عدد الاصابات، ونتحدث عن المنظومه الصحيه بالجزائر، وايضا نفرد الحديث عن احدى المبادرات التي تسعى للإغاثة وتقديم المساعدات خاصة المكثفات، مكثفات الأكسجين، ونتحدث في مواضيع أخرى مرتبطة أساسا بالوضع الصحي، لكن بعد هذا الفاصل. وزارة الصناعة الصيدلانية تقرر استثنائيا بأن أي عملية استيراد لمكثفات الأكسجين أو أي أجهزة طبية من طرف الخواص وتكون موجهة للاستعمال الشخصي في مواجهة كوفيد-19 لا تستوجب منح أي ترخيص من قبل المصالح المختصة بالوزارة. إذن مشاهدينا الأفاضل، حديث اليوم حول الوضع الوبائي في الجزائر وتطوراته. سنحاول أن نتعرف عن خصائص المرحلة أو الموجة الثالثة كما سميت من طرف المختصين. لماذا ارتفعت عدد الإصابات؟ ما هو المتحور دالتا؟ وكيف يمكننا أن نقي أنفسنا من الإصابة؟ وأيضا نتحدث عن اللقاحات المتوفرة وعن الجدلية المقامة حولها. أقول نأخذ اللقاح أو لا نأخذ اللقاح، وما فائدة هذا اللقاح، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع. للحديث أكثر نربط الاتصال مباشرة بالدكتور أمين رحماني، المختص في علم المناعة ومسؤول مخبر كوفيد بمستشفى محمد بوضياف بولاية ورقلة. دكتور أهلا مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا بك أستاذنا ونشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا. طيب دكتور، يبدو أننا في كما تقولون أنتم الموجة الثالثة، ويبدو أنها الأعنف بالجزائر، فلو تصف لنا باختصار أبرز معالم هذه المرحلة وإلى أي مدى سيتطور الوضع أكثر؟ نعم، الجزائر يعني هذه الأيام نحن في قلب الموجة الثالثة، يعني هناك تصاعد يعني رهيب في أعداد الإصابات، في أعداد حالات الاستشفاء، أعداد الحالات يعني التي هي يعني في الإنعاش حاليا، يعني وهذا يعني ينذر بوضعية وبائية يعني مقلقة للغاية، وندعو المواطنين لي يعني أنهم يكونوا قدر المسؤولية ويتحملوا مسؤوليتهم في هذا الوضع الصعب. كما شفنا أمس تقريبا وزارة الصحة على مدى الرقم 1505 حالة، وهذا رقم لم يسبق له لا في الموجة الأولى ولا في الموجة الثانية أنه وزارة الصحة تعلن هذه الأرقام، وهي الأرقام هي الأرقام يعني صادرة عن تحاليل الفيسية، يعني في الواقع هنا الأرقام أكبر، لأنه يعني هنالك ناس يعني تشخص بالتست أنتيجينيك، هناك ناس لا يذهب مباشرة للصيدليات يعني عند الأعراض وتبدأ لوطوميديكاسيون الاستشفاء المنزل، يعني الأعداد يعني راهي مرتفعة، وهذا بسبب المتحور دلتا. طيب بالفعل هذا ما أريد أن أسأل عنه، أسباب هذا التطور الموجة الثالثة، الموجة الأولى والموجة الثانية كان متحكم فيها إلى حد ما، ثم عادت الأرقام إلى النقصان، يعني ماذا يميز هذه المرحلة، يعني المرحلة التي نحن فيها الآن؟ المرحلة هذه يعني لو نقدر نفسروها ونشرحها هنالك عدة متغيرات. أول متغير يعني المتغير الأساسي هو المتحورات، كما متحور اللي ظهر يعني تقريبا قبل شهرين في الهند ومن بعد ذهب إلى أوروبا، ويعني مؤخرا يعني قبل يومين أعلن الأستاذ فوزي الدرار مدير معهد باستور أنه آخر الأبحاث الجينية من ناحية السيكونساج أنه يعني الحالات الأخيرة يعني هنالك يعني انقلاب من ناحيه تبعويه. في البدايه الجزائر كان تقريبا 50% منهم كانوا متحور بريطاني، كان عندنا متحور نيجيري اللي كانوا كاينين يعني تقريبا في بلادنا مع السلاله القديم. الاول امس اعلن ان المتحور دلتا اصبح هو يعني السلاله يعني الغالبه الان التي يعني هي موجوده عند المرضى، والتي هي اللي راهي يعني تدور في بلادنا. متحور دلتا معروف باللي انه الانتشار تاعو اسرع، يعني ويعني يتثبت يعني اكثر على خلايا الخلايا تاعنا، معناها هي تيكا اكثر، يعني
في سرعه معناها قيمه التثبت تاعو تكون اعلى مع المتحور بالتا. اذا معنا نقارنوها بالسوائل القادمه، السوائل القادمه الانسان العادي كان واحد يعدي الى ثلاثه، اما المتحور بالتا الابحاث تقول الى انه الانسان الواحد يقدر يعدي من سبعه حتى ثمانيه. لهذا يعني اعداد الاصابات انتشرت لانه سرعه الانتشار تاع المتحور بالتا هي اعلى من سرعه الانتشار تاع السوائل القادمه. طيب اذا انا نفهم من كلامك انه ربما التصرفات الوقائية التي كنا نقوم بها سابقا يعني يجب أن نضاعفها، هذا تماشيا مع خطورة المتحول الجديد. يعني كما يقول أصبت كبد الموضوع، لأنه لاحظنا يعني في فترة سابقة مع قلة الإصابات والحمد لله الوضع كان متحكم به، الناس خلت على الإجراءات الوقائية. يعني الآن يعني إذا كنت مثلا عندك في البداية كنت خايف من أنك تصيب كورونا، الآن إطلق أسرع لأنه هذا المتحور أو سرعة الانتشار أكثر. ولهذا قالوا المواطنين ارتداء الكمامات، غسل اليدين باستمرار، اجتناب التجمعات، الولائم، الجنائز، الأسواق، إنسان لا يخرج من داره إلا للعزل ولا لضرورة معينة ويحترم الإجراءات الصحية. طيب إذا دكتور، إلى أي مدى سيتطور الوضع؟ هل وصلنا إلى الذروة ولا مازال يعني حسب تصورك؟ الموضوع على كل وضعية وبائية هي وضعية معقدة، يعني لا يمكن يعني التنبؤ بسهولة يعني بأننا وصلنا الذروة، لأن الذروة تتعلق بواش، تتعلق إجراءات الوقائية اللي قموا بها الناس، تفاعل الناس مع هذه الموجة، الاستشفاء طبيعته إلى آخره. على كل حال الأرقام يعني المنشورة الأولية إلى الآن ما رأنا في منحنى تصاعدي، ما زال ما وصلناش الذروة، يعني سترتفع أكثر في تزايد مستمر، معناه ما زلنا في يعني منحنى تصاعدي، ما زال ما بلغناش الذروة تاع الموجة. طيب التعامل المنظمة الصحية، لأنه الأصداء تصل لأنه في ضغط رهيب في المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات، يعني مادة الأكسجين أصبحت نادرة جدا يعني بمبالغ مضاعف فيها جدا، يعني كيف تتوقع مستقبل المنظومة الصحية في ظل هذا الارتفاع؟ يعني هل ستقاوم أكثر أم نحن بين قوسين أمام ستنهار المنظومة الصحية؟ يعني لأن المواطن يتساءل حول هذا أكثر. يعني المنظومة الصحية يعني بلغت يعني شدها، يعني الآن رأينا في وضعية يعني مقلقة جدا. الأعداد لحد الآن تقريبا الناس راهي تصيح إذا ما كانش مستشفى حالات استشفائية حرجة، يعني طلال الناس ممكن تتعب ولكن يصيبها، لكن الأعداد إذا تم هذا المنحنى يعني إذا تم المنحنى التصاعدي هذه الأمور سوف تفلت. لحد الآن يعني خاصة في الميدان كي وراني على الأقل الناس اللي راهي تصيب مكان في المستشفى، ولكن تم غلق مصالح كثيرة، معناها مصالح تاع مرضى آخرين يعني تم يعني بين قوسين إهماله، يعني تم غلق عدة مصالح وتحويلها كلها إلى مصالح كوفيد 19، لأن المرضى الآخرون سوف يعانون من أمراض أخرى. هنا هذا هو المشكل، وماذا بينا يعني الشعب يتفاعل مع الأرقام هذه ويلتزم يعني بالإجراءات، يلتزم هذه على الأقل يكون منحنى يعني نصف يعني قمة منحنى. طيب. بعد يكون أرقام تصاعدية باش نرجعوا يعني المصالح الأخرى تشتغل، يعني مصالح الجراحة ومصالح الأخرى قام يديروا فقط الاستعجالات، يعني الأمراض العاديين راح يلقاو صعوبة باش من وجهة الكوفيد أنهم يعني يدخلوا المستشفيات ويتم يعني البريزون شارج، يعني القيام بما يلزم لهم. طيب أنا هذا ما يدفعني للسؤال، لأنه باعتبار أننا في موجة جديدة متحور جديد، نعود للسؤال البديهي الأول، طرق انتشار العدوى بالنسبة للمتحور الجديد؟ يعني الطرق هي نفسها، يعني السرعة فقط زادت. المتحور الجديد هو عائلة كورونا كوفيد 19 ومتحور من السرعة الأصلي، يعني طريقة العدوى لم تتغير، هي نفس العدوى، ممكن باللمس يعني أصبح يعني متسخ ويعني أساسا يعني عن طريق عدوى يعني تنفسية. أنا إنسان مصاب يعني بالتنفس تاعو بالجلوكات هذو كلها كيكون معها يعني اتصال مباشر مع إنسان آخر، يعني العدوى تكون عن طريق تنفس، يعني الحل ليس هنالك يعني تغير من حيث نعيش العدوى ولا سرعتها زادت. يعني الحل أننا نتفادى التجمعات بدرجة أكثر وعدم الذهاب إلى الأماكن العمومية تقريبا. نعم، يعني الأماكن العمومية الإنسان لا يذهب إلا لضرورة القصوى، وكي يذهب يذهب بالكمامة ومع قميضه، معنى تجنب الأثاث والولائم والاجتماعات يعني في الفضاءات المغلقة بغير يعني
بسبب يعني رانا في وضعية يعني حرجة، وكل واحد راه يعني مسؤول، لازم كل واحد يتحمل المسؤولية الفردية تاعه أمام هذا النظام الصحي. كل واحد عنده مسؤولية فردية في الحفاظ على النظام الصحي في هذا البلد. طيب دكتور، أسأل عن هذا المتحور الجديد الدلتا، يعني إلى أي مدى أو ما هي الفئات التي يمكن أن يصيبها؟ هل هي نفسها كما كان في الموجة الأولى والثانية، أم فيه مستجدات حول هذا الموضوع؟ يعني الفرق بيناتهم ليس يعني الفرق، أول حاجة الفرق تكلمنا عليه هو سرعة الانتشار. ممكن الأعراض هنالك يعني تأثير قليل يعني مع المتحور مقارنة متحور. ممكن دوك سيل الأنف يعني ما كانش يعني ديك حفرة في المتحورات الأولى، الآن ألم يعني في الحلق من العادة، إسهالات، حمى يعني 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 مختلف يعني يمس عدة أعضاء. طيب نعم. أيضا فيه سؤال بديهي آخر، أنه ربما أحيانا يتشابه الأمر مع الزكام، لأنه ربما نحن في موسم استعمال المبردات وهذا ما يؤثر ويسبب الزكام، فكيف يمكن للمصاب أن يعرف أنه مصاب سواء بالزكام أم بالمتحور الجديد؟ يعني الإنسان يعني للأسف يعني كلينيكيا يعني لحد ما يسهل التفريق، يعني تحاليل المخبر هي اللي تفرق، يعني تيست أنتيجينيك ولا يدير بي سي آر ولا بعد مدة يعني تقريبا بعد أسبوع ولا يدير تحاليل سيرولوجي باش يعرف. ولكن في الوضعية الوبائية اللي رانا فيها كل إنسان يعني يجوا الأعراض يعني يدير بلي نفسه عنده كوفيد، لأن رانا في قد الوباء معناها يدير بلي نفسه عنده كوفيد إلى أن يثبت العكس. أنا ما يتعاملش مع الأمر أنه تكامل، كل واحد يعني عنده الأعراض يعني يدير كمامته ويعمل على الوضع على أنه أساس كوفيد إلى أن يتأكد من خلال تحاليل المخبرية. طيب دكتور، أمام كل الوصف الذي تحدثت عنه، أمام الأرقام، أمام ارتفاع وفيات كورونا، هل الأوساط في الشارع الجزائري فيه هلع وخوف لأنه الأرقام تتصاعد بشكل كبير، فكيف نتصرف يعني بشكل عام حول هذا الموضوع؟ لأنه صح حتى الميديا ساهمت في إصابة المجتمع بهلع. نعم يعني يعني الهلع صح، يعني الناس كتشوف تشاهد الارقام يعني كل مساء تشاهد يعني تسمع ناس لا يدخلوا المستشفيات والوضع صح يدعو الى الخوف، ولكن احنا كما يقول يعني تفائلوا خيانة تجدوا انسان، يعني لانه علاش؟ لانه القلق والخوف هذوهم يعني عوامل ممكن يزيدوا يعني في حده المرض، لانه الانسان اللي يكون قلق وخايف المناعة تاعو تنقص، يعني هادو عوامل يأثروا على نقص المناعة. مانا حنايا الناس ما نطلبوش منهم ما يكون يعني في حالة خوف وهلع مبالغ فيه، ما يكونوا يعني في حالة يعني لا مبالاة. إنسان يكون قصر، الأمر كوفيد موجود، المتحور موجود، أنت عندك سلاح تاعك، كمامتك وغسل يدين باستمرار، التباعد الاجتماعي، دير الواجب تاعك وإن شاء الله ما يكون غير خير. أنت مش يعني شفنا يعني حالة لا وعي ولا مبالاة، يعني هذه هي اللي شكلت الأرقام يعني لا. الأخيرة إنسان يكون في حالة لأن الخوف والهلع يعني سلبا على الجهاز المناعي، ممكن الإنسان يعني يفوت الحالة حاجة، يعني الإنسان يتفاعل خيرا تجده بيد الله عز وجل يعني فعلا. بقدره، لأنه دكتور أعتذر نعم. ويحاول يحمي نفسه، لأنه في العادة الإنسان لا يؤمن بشيء لا يراه، فمن هذا الباب نجد دائما أن الناس تستهزئ بالموضوع لأنه لا ترى الفيروس لا يرى بالعين المجردة، فيقال أننا ربما أنا أتوجه إلى الشاطئ أو أتوجه إلى حديقة عامة فأنا في الهواء الطلق فربما لا أصاب، يعني فماذا تقول حول هذه النقطة بالضبط؟ كما تكلمت معك أخي، الانتشار يعني سريع جدا لهذه، معناها تروح للشاطئ ولا معنى مجرد انك تكون في اتصال راح تكون يعني تكون في خطر، وهذا يعني الاماكن العامه والمفتوحه الحدائق والمسابح والشواطئ يدخلوا ايا كان، ممكن يدخل واحد ولا زوج ما مرضى راح يديروا مشكل كبير، واحد يمدي العدوى والعدوى تنتقل بسرعه يعني بين الناس، ولهذا علاش الشواطئ ان شاء الله تروح الموجه ونرتاح ان شاء الله وعاود عندنا مناعه جماعيه وتنجبد اللقاحات يعني ترتفع ونرجع لحياتنا العاديه للحدائق تاعنا والشواطئ، لاننا في وضعيه ازمه كل واحد لازم يتحمل مسؤوليته، يعني تروح للشاطئ ولا تروح الحديقه امر هذا لا يعني مش لا يعني امر ليس حيوي، يعني تقدر تستغنى عنه مؤقتا الى يعني ان تستقيم الاوضاع الصحيه. طيب فيه شطر ثاني
فيما يتعلق بالوقاية هي اللقاحات. حاليا الدولة تسعى إلى جلب أكثر كمية من اللقاحات. الفترة الأخيرة يتم الاستعانة باللقاح الصيني يعني، وتلقيح الأكبر أكبر أكبر عدد ممكن في أكثر الولايات، خاصة الولايات الكبرى شرقا وغربا وحتى جنوبا. طيب، مازال فيه تخوف في المجتمع الجزائري من اللقاحات، أخذ اللقاح لا أخذ اللقاح، فماذا يمكن أن تقول لنا حول هذه النقطة يعني؟ هذه النقطة يعني حساسة للغاية. اللقاحات يعني كي نسمعوا ليها نفهموا باللي اللقاحات هذا أمر طارئ ظرف 2021، يا ناس اللقاحات هذه في سنة 1800 أول لقاح كان من طرف باستور ضد داء الكلب. كل واحد فينا عنده ولا عنده أخ صغير ولا عنده أخت، ملي يزيد الإنسان وهو يدير في اللقاحات يتوجه للحج ولا للعمرة ولا للسفر يروح يلقح، ومن بعد كي جا الكوفيد 19 ولات اللقاحات أمر جديد. الأمر هذا اللقاحات يعني لها دور كبير في تاريخ البشرية، تم القضاء على عدة أوبئة عن طريق اللقاحات، الكوزاز، السعال الديكي، السل، عدة أمراض يعني البشرية عندها عدة تجارب يعني تاع اللقاحات اللي تم القضاء على عدة أمراض، بوحمرون إلى آخره من الأمراض اللي كانت يعني تقتل كثيرا في الماضي الجدد إلى آخره يعني عن طريق اللقاحات يعني تمت الوقاية. الآن لقاحات لاهي موجودة في الجزائر، كان لقاح صيني ما هوش لقاحات لاهي موجودة في الجزائر، كلها تم اعتمادها من منظمات الصحة العالمية وكلها عندها درجة يعني فعالية يعني معتبرة، والهدف الأساسي من اللقاحات هو واش هو حماية يعني من الاستشفاء والموت، لأنه كل لحظة في الدول اللي لقحت حتى وزاد عدد الإصابات مؤخرا، ولكن حالات الموت وحالات الاستشفاء قليلة جدا بالموجات اللي كانت تبقى في الدول الأوروبية. معناها اللقاح راه يحميك أنك تدخل المستشفى ويحميك يعني من أنك دي حالة حادة ويكسر يعني سلسلة يعني انتقال الفيروس. أنت قلت دكتور ويساهم في تطور المناعة الجماعية. أنت قلت كلمة أنه لقاحات معتمدة من المنظومة الصحة العالمية. بمعنى هذا تفصيل مهم جدا ويمكن يعني أن نثق فيه ونأخذ اللقاح هكذا. نعم، يعني منظمة الصحة العالمية هي أعلى يعني هيئة صحية في العالم، واللقاحات هذه كلها يعني موجودة في الجزائر، سواء أسترازينيكا سواء سبوتنيك سواء سينوفارم اللي كان كاين سواء سينوفاك، يعني كلها يعني تم اعتماد منظمة الصحة العالمية قبل دخولها إلى الجزائر. ويعني ونشرت مقالات علمية حولها يعني حول درجة فعالية نسبة فعالية إلى آخره، كل هذا يعني موثق يعني علمي، ولهذا ندعو الناس إلى التقرب إلى مراكز تلقيح ويديروا الجرعتين، لأنه كاين ناس لاحظناهم للأسف الشديد يدير جرعة وغدو ينحي تمام. هذه نقطة نأكدوا عليها باللي أن الحماية لا يكتسبها الإنسان إلا 10 أيام إلى 14 يوم بعد الجرعة الثانية. الجرعة الأولى ماكش محمي، لأنه لاحظنا يدير الجرعة الأولى بعد 8 يجيب الأعراض وندير له تيست أوتيجيني ولا بي سي آر يخرج إيجابي موجب بوزيتيف. الحماية راك ما تديهاش حتى أسبوعين ولا 10 أيام بعد الجرعة الثانية. وحتى الإنسان اللي عنده تلقيح منذ مدة شهرين يلتزموا يعني بالكمامات يلتزموا يعني بغسل الأيادي باستمرار. يعني اللقاحات هي ربما تقلل من نسبة إصابة الشخص بالفيروس، تقلل من نسبة يعني يعني تكسر سلسلة العدوى وتقلل من نسبة الاستشفاء الحالات الحادة وحتى الإصابة. طيب، وهل اللقاح الموجود حاليا هو فعال ضد المتحور الجديد دالتا؟ يعني لأنه فيه حديث عن إضافة جرعة ثالثة متعلقة بالمتحور الجديد. نعطيك مثال، أسترازينيكا تقريبا قبل أسبوع داروا هذا اللقاح مثلا متواجد في الجزائر، يعني تم يعني دراسة الأسطر البريطانية لأن بريطانيا كان عنده متحور ديس، يعني أثبت أرقام جيدة يعني ضد متحور ديس، يعني نقصان قليل يعني. ومنظمة الصحة العالمية عرفت 52% كنسبة للقاح أن يكون فعال، والأسترازينيكا المتحور دلتا أعلى من هذا الرقم بكثير. معنى يعني الأبحاث مثلا أسترازينيكا أثبتت أنه فعال يعني ضد المتحور دلتا، يعني الأرقام يعني معتبرة جدا الحماية من المتحور دلتا. معنى لا شيء يدعو لأن الإنسان يلقحش، لأن هذه المتحورات هي عبارة عن تغييرات يعني تمس أجزاء قليلة يعني من الفيروس مش الحزمات الكامل، يعني تقريبا هو طفرات يعني تمس عدة أحماض أمينية، ولكن هنالك يعني بقية من الفاصي لرسيسة المناعة تعو يعني عن طريق التلقيح. طيب، إذن دكتور نقول للذين يتخوفون بأنه لا داعي لذلك ولا داعي ربما لإعادة صياغة تلك الروايات التي
لا يقبلها العقل ولا المنطق، وأن يتوجه الجميع إلى أخذ اللقاح. لم أسمع آخر جملة طيب، تعاوداني. قلت بأنه إذن نقول للذين يتخوفون من أخذ اللقاح لا داعي لذلك، وعدم لا الاستماع داعي لذلك، إلى يعني بعض لا داعي الروايات لذلك، غير منطقية. إيه غير منطقية. فقط الإنسان يتفادى إذا كانت مثلا عنده أعراض كورونا، يعني إصابته كورونا في نفس المدة، أصلا هناك يروح للتلقيح راح يسأله عنده كورونا جديدة، يعني في هذوك المنصح يدير التلقيح، يعني الإنسان يتفادى أنه يدير تلقيح يكون مصاب بكورونا فقط. يعني إذا كانت عنده الأعراض تاع كورونا، حمى، عنده ضيق تنفس ولا حاجة، هذاك يعني ينتظر حتى تنتهي كورونا تاعه بعد داونه ولقحه. أما الباقي يعني يلتحقوا مراكز التلقيح، أسترازينيكا فقط راه موجود للناس فوق 55 سنة، سينوفاك يعني لا موجود، يعني مش حد عمري، أي واحد فوق 18 سنة يروح لمراكز التلقيح بطاقة تعريف وطني، يسألوا مجموعة من الأسئلة ويعطوا له كارت تاعو تاع التلقيح. طيب، إذا دكتور أمير الرحماني من ورقلة كنت معنا اليوم، شكرا لك على كل النقاط التي نورتنا بها. شكرا لك أخي محمد، ويرضي يرفع علينا الوباء إن شاء الله. إن شاء الله في أقرب وقت. إن شاء الله إن شاء الله. إذن شكرا لك مرة أخرى. إذن مشاهدينا الأفاضل، نلتقي بكم بعد هذا الفاصل.